السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئاسة الجمهورية تنعي اللواء الركن أحمد سيف اليافعي وتؤكد أن دمه لن يذهب سدى. قوات الجيش الوطني تسيطر على جبل النار شرقي منطقة المخا بعد معارك شرسة مع الميليشيا الانقلابية. الحادي والعشرون من فبراير يوم طوى فيه الشعب صفحة المخلوع عبر صناديق الاقتراع. مرحبا بكم. قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم، مؤكدا أن الشرعية ستنتصر كونها مشروع حياة وبناء لحاضر وطننا ومستقبله. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومحافظي محافظات عدن وتعز وصنعاء ولحج وأبين والضالع وشبوة والبيضاء وسقطرة. ووجه رئيس الجمهورية المحافظين بحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات وتلمس هموم المواطن التواق إلى التنمية ومشاريع البنى التحتية وتلمس احتياجات المواطنين في ضوء خطط إعادة الإعمار الممولة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وثمن رئيس الجمهورية جهود المملكة في إعادة الإعمار في المحافظات المحررة وقال إنها ستدعم بمبلغ 10 مليار دولار، منها 2 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية. وجه رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الأولويات الملحة في الاعتبار ليلمس المواطن أعمال التحول ويستشعر تواجد السلطات المحلية وجهودها في تدوير عجلة التنمية والبناء. نعت رئاسة الجمهورية اليوم نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد سيف اليافعي الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة وهو يؤدي دوره البطولي في تحرير ما تبقى من مديرية المخا بمحافظة تعز من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية. وقال بيان النعي: لقد خسر الوطن برحيل اللواء الركن أحمد سيف اليافعي رجلا من أنبل رجالاته ومناضلا جسورا ومقداما شجاعا ومخلصا وفيا. وأكد البيان أن الشهيد اليافعي كان من القيادات العسكرية التي انحازت للإرادة الشعبية أثناء ثورة الشباب في العام 2011، مشيرا إلى أن الأجيال القادمة من أبناء الشعب ستظل تتذكر أدوار الشهيد البطولية الخالدة. ودعا البيان أفراد الجيش الوطني إلى الاقتداء بالرجال الأبطال أمثال اللواء اليافعي والسير على دربهم والانتصار للقضايا العادلة التي ناضلوا من أجلها. وأكد بيان النعي أن تضحيات أبناء اليمن عسكريين ومدنيين لن تذهب سدى وأن النصر على الميليشيا الانقلابية بات قريبا. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي ارتقت روحه في ميادين البطولة والشرف في جبهة المخا. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وبطولاته وإدارته ونزاهته في مختلف المناصب العسكرية التي تدرج فيها، مؤكدا أن دماءه الطاهرة وكل الشهداء الأبرار من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأشقاء في قوات التحالف بذلت في سبيل دحر العصابة الانقلابية الإيرانية واستعادة الشرعية وتحقيق حلم الدولة الاتحادية، ولن يتم التراجع عن هذه الأهداف مهما كانت التضحيات. وقال نائب الرئيس: لقد أثبت الشهيد البطل اللواء اليافعي وكل الشهداء الأبطال صدقهم في الانتماء لهذا الوطن وترابه الطاهر، ونحن جميعا مدينون لهم بالمضي في ذات الطريق حتى انتصار الإرادة اليمنية وحماية الجمهورية من غزاتها الجدد وحتى تحقيق حلم الدولة الاتحادية التي لا مجال للتراجع عنها مهما كانت التضحيات التي سنقدمها في طريق النصر القادم الذي بات قاب قوسين أو أدنى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون.
ثمن الفريق علي محسن الأحمر الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في استعادة الشرعية بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جاء ذلك في سياق تهنئته بمناسبة الذكرى الخامسة لانتخابه رئيسا للجمهورية. وأكد نائب الرئيس أن اليمنيين يقفون صفا واحدا ضد الانقلاب ومع مشروع الدولة الاتحادية التي تم الإجماع عليها كونها الضامن الوحيد لمستقبل أفضل ليمن تتحقق فيه أحلام الأمن والاستقرار والبناء والتنمية. يمثل 21 فبراير 2012 فاصلا بين عهدين، ففي هذا اليوم خرج الملايين من اليمنيين لانتخاب الرئيس التوافقي عبد رب منصور هادي رئيسا شرعيا لليمن. وفي هذا اليوم طوى اليمنيون صفحات أسوأ وأطول حكم عصبوي مستبد فاسد في تاريخ البلاد. نتابع. نعم لهادي رئيسا جديدا لليمن، هكذا دوت أصوات ملايين اليمنيين في صناديق الاقتراع في اليوم 21 فبراير 2012 في أول انتخابات رئاسية أعقبت ثورة فبراير الشعبية السلمية في عام الربيع العربي 2011 ببصمات الحبر الأزرق التي جسدت إرادة اليمنيين بأعلى نسبة مشاركة شعبية في الانتخابات. أعلن اليمنيون وفاة نظام عائلي فاسد جثم على صدورهم 3 عقود من الاستبداد واحتكار الثروة والسلطة. أدت الانتخابات الرئاسية إلى تولي الرئيس المنتخب عبد رب منصور هادي مقاليد الحكم بشرعية دستورية بعد أن كان رئيسا توافقيا وليؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان في 25 فبراير من ذات العام 2012. جسدت انتخابات فبراير بإقبال اليمنيين غير المسبوق على صناديق الاقتراع إرادة شعب تواق للتغيير، كما كانت أولى ثمرات ثورة فبراير السلمية والمبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة. وضع الرئيس الجديد على رأس أولويات سلطته الانتقالية جملة من المهام المتماشية مع المبادرة الخليجية، ومن أبرزها إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعالجة مسائل العدالة الانتقالية وإجراء حوار وطني شامل وتمهيد الطريق لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة عام 2014. هذه الأولويات مثلت صميم أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية ومبادئ المبادرة الخليجية وتطلعات الشعب اليمني الذي رأى فيها خطوة ضرورية وصحيحة في طريق التحول السياسي والانتقال السلمي للسلطة والمدماك الأساسي في بناء دولة مدنية على أساس من المواطنة المتساوية وسيادة النظام والقانون. لكن هذه التطلعات وتلك الأولويات سرعان ما ارتطمت بصخرة من التحديات والعقبات التي وضعها أعداء التغيير واليمن عموما بأرضه وإنسانه على طريق التغيير بالانقلاب البغيض على الدولة ومرجعيات التوافق والحلول السياسية التي ما زالت تمثل خارطة طريق للمستقبل رغم الريح والغبار. قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن انتخاب المشير عبد رب منصور هادي رئيسا للجمهورية في 21 فبراير 2012 شكل لحظة تحول في تاريخنا السياسي المعاصر، وخلق بارقة أمل حقيقية للولوج إلى مرحلة بناء اليمن الجديد. وأكد رئيس الوزراء أن الإرادة الشعبية في انتخاب التي انتخبت الرئيس هادي اصطدمت بمؤامرة أراد بها الحوثيون وصالح التمرد على الإجماع الوطني والانقلاب على شرعيتكم المؤيدة بأصوات الملايين من أبناء الشعب اليمني، فكان الانقلاب خيانة وطنية وكان التمرد تطاولا وجريمة بحق الشرعية والدولة والمجتمع. وأشار رئيس الوزراء في برقية التهنئة التي بعثها لرئيس الجمهورية أن الرئاسة والشعب اليمني يخوضان معركة استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية والإصرار على بناء الدولة اليمنية الاتحادية حفاظا على وحدة المجتمع والمصير المشترك والمستقبل الوضاء المشرق بإذن الله.
كما يخوض العرب معكم وتحت قيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة قوية وفعالة من الإمارات العربية المتحدة وباقي دول المجلس بل والعرب جميعا معركة الأمة في تحالف يمثل تحولا هو الآخر في مسيرة العرب للنهوض الحضاري والتقدم نحو حياة معاصرة. أكد سياسيون ومثقفون ومواطنون أن يوم 21 فبراير كان يوما فارقا بين الاستبداد والحرية. توجه اليمنيون بانتزاع السلطة من المخلوع عبر بطاقات الاقتراع في سلوك حضاري مبهر. نتابع. 21 فبراير ذكرى انتخاب الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي الذي خرج أبناء الشعب اليمني قاطبة من أجل اختيار عن رغبة هذه الهامة التي هي اليوم تقوم على عاتقها الحفاظ على الوطن وعلى مكتسباته وعلى مقدراته، وهي اليوم بفضل الله عز وجل الشرعية تحمل على عاتقها هموم الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه. هذه الذكرى خلدت في ذاكرة أبناء اليمن ولن يتنازلوا عنها وستظل بإذن الله عز وجل. نحتفل اليوم بذكرى انتخاب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي، وفي هذا اليوم انتقل الشعب اليمني من مرحلة إلى أخرى، من مستوى في الحكم إلى آخر، من محتوى في الحكم إلى آخر. في هذا اليوم دشن الشعب اليمني بسبعة ملايين صوت من المواطنين الدخول في هذه المرحلة، وأسقطنا الشعب اليمني أسقط مشروع التوريث ومشروع الأحلام بدعاوى الحق الإلهي في احتكار السلطة. نحتفل اليوم بمناسبة الذكرى 5 لانتخاب المشير الركن عبد الرب منصور هادي، ونحن سعداء جدا بهذه المناسبة، كون هذه المناسبة تمثل الديمقراطية الحقيقية التي أجمع عليها الشعب اليمني كافة بكافة طوائفه وأحزابه وفئاته، وسعداء أيضا بأن هذه المناسبة تأتي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحقق الانتصارات الكبيرة في المناطق الغربية وجميع الجبهات القتالية، كما أيضا السعادة تتم ونحن نرى هذه المشاريع العملاقة التي نراها في محافظتنا محافظة مارب، والتي تولاها ومتابعتها الشيخ سلطان بن علي العرادي محافظ محافظة مارب، وهذا يأتي كله في بأسباب تحالف الانقلاب الشري الذي دمر الشعب بكافة مؤسساته ومقدراته. عندما نحتفل بهذا اليوم لا نحتفل بتقديس شخص، وإنما نحتفل بتقديس ذكرى مهمة وغالية حاول الأعداء أن يتطاولوا عليها وأن يخرجونا من اللا دولة من الدولة إلى الدولة إلى 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 اللا دولة ومن القانون إلى شريعة الغاب. طبعا تأتي هذه المناسبة واليمن يمر بمرحلة خطيرة، فاليمن قد مرت بمراحل، وكان لثورة 11 فبراير يعني طعمها الخاص وآثارها المترتبة على 21 فبراير، فقد جاء الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي في 21 فبراير ليسقط حكم التوريث التي قامت الثورة لإسقاطه أصلا، ولهذا كان التغيير في 11 فبراير تغيير جزئي، فجاء الرئيس الشرعي بانتخاب شعبي ليهدم صرح السلالة وليهدم صرح العائلة التي أرادت أن تورث وأن تجعل اليمن عبارة عن مزرعة يتقاسمها الأسرة والسلالة، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم، وذلك بتشبثهم بالسلطة. وتأتي هذه المناسبة لنقول للشعب اليمني ولنقول للمقاومة الشعبية: اثبتوا ثبتكم الله، فالنصر قاب قوسين أو أدنى، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 21 فبراير يوم عاد لأمة الأمة اليمنية وللشعب اليمني كرامته. هذا اليوم انتصر الشعب اليمني على من كان تآمر على تمزق اليمن وعلى وحدته وعلى ما يعني مشى عليه اليمنيين على صور سابقة. هذا اليوم يمثل انتصار للشهداء. اليوم لا نأسف على الشهداء التي راحت لأنهم قد حققوا نصر عظيم. نحتفل اليوم بذكرى انتخاب رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، الانتخاب الذي
أرغم الحاكم السابق على تقديم هذه التنازلات. كان انتخاب يوم فاصلا في تاريخ اليمن الحديث، وهذا اليوم يوم يتذكره أن الرئيس الوحيد الذي جاء بالصندوق، فالصندوق هو كان الحكم. هذا اليوم هو يوم حافظ عن الجمهورية وعن الوحدة وعن الديمقراطية. وجهت الحكومة اليمنية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لمساعدتها في نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بكثافة وبطريقة عشوائية ووحشية في المناطق التي كانت تحت سيطرتها، بما فيها الطرقات ومنازل المواطنين والمزارع والمرافق الحيوية، متسببة بحصد أرواح مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء وأضرار بشرية ومادية جسيمة. وأكدت الحكومة في بيان إن الشعب اليمني ما زال يعاني من آثار الألغام والعبوات الناسفة التي تخلفها الميليشيا الانقلابية المتمردة في المناطق التي يحررها الجيش الوطني، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشار البيان إلى أن الألغام المحرمة دوليا تحصد أرواح مئات المدنيين خاصة الأطفال والنساء، ونوه البيان بالدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي لدعم الشرعية في هذا الجانب، وبالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني لنزع الألغام في العاصمة المؤقتة عدن والفرق الهندسية المختصة. وأكد البيان أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الإنسانية لن تسقط، وسيتم محاسبتهم عليها، وسيتحملون وزر كل جريمة وانتهاك اقترفته أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء وتدمير الوطن وتهديد دول الجوار والمنطقة والعالم. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم مع نظيره السعودي الدكتور محمد صالح بنتن في جدة آليات عملية تفويج الحجاج اليمنيين للموسم القادم. وأشاد الدكتور عطية بالدور الذي لعبته وزارة الحج والعمرة وكافة الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بخدمة الحجيج والتسهيلات الكبيرة للحجاج من مختلف دول العالم، منوها بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام. وأعرب الدكتور عطية عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية على مواقفهم الأخوية الصادقة في نصرة إخوانهم في اليمن ومساندتهم للشرعية ضد قوى الانقلاب، مؤكدا أن هذا الموقف سيظل خالدا في وجدان وقلوب كل أبناء الشعب اليمني. من جانبه أشاد وزير الحج السعودي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف اليمنية خلال الموسم الماضي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الانقلاب. أوضح وزير الأوقاف السعودي إن هذا العام سيشهد تعاونا مكثفا بين الجانبين وتنسيقا مبكرا بعد أن عادت النسبة لليمن بمقدار 20%، واعتماد التسهيلات المقدمة للحجاج اليمنيين وتيسير إجراءات تنظيم تدفقهم برا وجوا. تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم من السيطرة على جبل النار شرقي منطقة المخا الساحلية بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل 9 من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع وإصابة العشرات في غارة لمقاتلات التحالف. كما تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه مواقع معسكر خالد في منطقة موزع تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني يواصل تقدمه شرق مديرية المخا باتجاه منطقة البرح الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة لوقف إمدادات الميليشيا الانقلابية. قالت مصادر محلية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة إن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني وبشكل يومي على الشريط الساحلي جعل العشرات من عناصر الميليشيا يفرون من الجبهات، الأمر الذي دفع قيادات الميليشيا إلى إعلان حالات الطوارئ داخل المديرية واستنفار قواها الأمنية للبحث عن الفارين في منطقة القش والمضروبة. وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا تقوم بملاحقتهم واعتقالهم وإعادتهم مكبلين ليموتوا في جبهة الساحل، يأتي ذلك بعد أن لقي المئات من المتحوثين والمجندين في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع مصرعهم وازدحمت بجثثهم ثلاجات المستشفيات. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات مكثفة استهدفت المنطقة الساحلية الواقعة بين منطقة يختل ومديرية الخوخة الساحلية جنوب مدينة الحديدة. وقال سكان محليون إنهم سمعوا دويا الانفجارات العنيفة
الناتجة عن الغارات الجوية والقصف من قبل البوارج الحربية. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارة على نقطة لميليشيا الحوثي والمخلوع في شارع 50 بجوار حوش نشطان بمدينة الحديدة، وأسفرت الغارة عن مقتل أفراد النقطة الحوثية. وكان سكان محليون في مدينة باجل قالوا إنهم سمعوا صوت دوي انطلاق صاروخ في سماء مدينة باجل هز مناطقهم السكنية، فيما يعتقد أنه صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه البحر. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي والمخلوع في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مناطق قيفة بمديريتي ولد ربيع والقريشية بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية مقتل اثنين من ميليشيا الحوثي والمخلوع في هجوم للمقاومة فجر اليوم على موقع للميليشيا في منطقة حمد صرار قيفة بمديرية ولد ربيع. وفي سياق متصل اندلعت مواجهة عنيفة بمختلف الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشيا الانقلابية في مناطق الجسيمة وسماء وجبل نوفان في قيفة مديرية القريشية. وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيا المتمردة على مواقع المقاومة، وقالت المصادر إن المقاومة تمكنت من التصدي له أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة. إلى ذلك شنت ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع قصفا مكثفا على مساكن وممتلكات المواطنين في مناطق قيفة مديرية القريشية بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والدبابات على منازل وممتلكات المواطنين في مناطق ذي كالب الأسفل والعبل قيفة بمديرية القريشية من مواقع تمركز الميليشيا في مناطق الروق والمتار في المديرية. قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية في مدينة ذمار اليوم الأربعاء إن ميليشيا الحوثي والمخلوع ارتكبت 6500 حالة انتهاك ضد المدنيين خلال العام 2016. وأشار التقرير الذي صدر عن منظمة نهضة وطن إلى أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب والاقتحام والنهب وزرع الألغام، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال واحتلال المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والجمعيات الخيرية ودور العبادة. كما اتهم التقرير ميليشيا الحوثي باستحداث سجون خاصة ومعسكرات تجنيد ونصب نقاط تفتيش. وأكد التقرير أن من بين الانتهاكات الموثقة 69 حالة قتل تعسفي خارج إطار القانون، بينها 4 حالات قتل لأطفال وحالة واحدة لقتل امرأة، إضافة إلى 15 حالة اغتيال كان أبرزها اغتيال رئيس حزب الإصلاح حسن محمد اليعري و4 من قيادات الحزب. ووثق التقرير 737 حالة اختطاف لمدنيين و183 حالة تعذيب نفسي وبدني نتج عنه 5 حالات وفاة تحت التعذيب، كما بلغت حالات الاختفاء القسري 27 حالة. فجرت ميليشيا الحوثي والمخلوع 7 منازل في قرية تبيشعة بعد نهبها وإحراق البعض الآخر، وهجرت نحو 250 أسرة من منازلها، كما ارتكبت جملة من الانتهاكات الجسيمة في حق أبناء المنطقة. نتابع. عنوان جديد لجرائم جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي وعصابات صالح بمنطقة تبيشع ببلاد الوافي مديرية جبل حبشي جنوب غربي مدينة تعز. يسام أهلها اليوم سوء العذاب تشريدا وتهجيرا وتفجيرا لمنازلهم بعدما يزيد على 2 من الحصار، قطع عنهم الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة. كنت في دياري آمن، وقع الحوثي هجم على القرية، وأنا فجروا بيوتنا ودمروا نحنا وخرجوا نحنا من ديارنا، حرقوا ممتلكاتنا ويعني بعذلوا نحنا وكل شيء. الأحد الماضي دشنت الميليشيات أكبر وأفظع الجرائم بحق أبناء تبيشعة، وفتحت محنة للمدنيين وفصولا لم يعرفوها أو يعلمون عنها من قبل انتقاما وتنكيلا. انتبر ليش الطريق مقطوع
قطعوا لنا السيد، السيد قطع الطريق، قال لي ما عاد الا مريضة ما يحوش يقدروا يساف ولا متبنية ولا طيف ولا أي حاجة موجود بلادنا. وفق منظمات حقوقية محلية، قامت عصابات الحوثي وصالح بإحراق وتفجير عدة منازل في قرية تبيشعة، وإجبار ما يزيد على 80% من سكانها على المغادرة، يقطعون خلالها مسافات طويلة سيرا على الأقدام، ويواجهون خلالها مخاطر التعرض للقنص والاستهداف من قبل الميليشيات، وهم يهيمون على وجوههم باتجاه المجهول. دشن اليوم في تعز المرحلة الخامسة من مشروع علاج جرح الحرب، وتشمل إجراء أكثر من 100 عملية جراحية للعظام بمركز العظام في مستشفى التعاون، إضافة إلى تقديم أجهزة صحية للمركز بتمويل من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بقطر، وتنفيذ مؤسسة إيثار التنموية ومستشفى التعاون. مركز العظام في مستشفى التعاون على جميع الأصعدة، سواء الصعيد الإداري أو الصعيد الفني أو التخصصات المساعدة. هذا المركز ابتدأناه قرابة السنة، يعمل بصمت ولكن بنجاح باهر، يعني يصل إليه معظم المراكز في يعني أنحاء العالم. نسبة نجاح باهرة في العمليات، نسبة نجاح أيضا في يعني لا توجد نسبة وفيات ولا مضاعفات. هذا المشروع جاء مكرمة من أشقائنا في مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية في دولة قطر، والذي يشمل على 110 عملية جراحية، وكذلك رفد المركز بأجهزة بعض الأجهزة الطبية الحديثة التي تساعده على القيام بواجبه على أكمل وجه. إضافة إلى ذلك، تكلفة هذا المشروع تقريبا ما يزيد على 44 مليون ريال يمني. المركز حتى الآن قدم 1400 حالة جراحية على مدى 5 مراحل، وكانت هي آخر مرحلة هي مرحلة 110 حالة بدعم من مؤسسة إيثار والجهة الداعمة اللي هو جمعية عيد بن ثاني قطر الخيرية. تمثل منطقة مريس وحمك بمحافظة الضالع بوابتان رئيسيتان لإقليم عدن من اتجاه الشمال والغرب، وفيها يتكبد الانقلابيون خسائر مستمرة في العتاد والأرواح، حيث يسطر رجال الجيش الوطني والمقاومة هناك أروع ملاحم البطولة والصمود. الزميل فوزي المريسي رصد جانبا من تفاصيل المشهد في سياق التقرير التالي. بشموخ يعانق السماء، وبعزم يفل الحديد، وبهمة توازي قمم جبالها الراسية، يواصل رجال القوات المسلحة من منتسبي اللواء 83 مدفعية بمريس واللواء 30 مدرع بحمك صمودهم في مواجهة عدوان تحالف الانقلاب على محافظة الضالع. ولكن والله الذي لا إله غيره لن نبرح مواقعنا ولن نبرح متارسنا حتى تبرح هذه الجبال الشاهقة، ونقول لهم وقلنا لهم من قبل، من أراد أن تذكر أمه ويهتم أولاده وترم نسائه فلينزل إلى أرض مريس، فإن فيها أقوام قد عشقون أحشاك باد البقاء، تلك جثثهم قد تعفنت بها جبالنا، أفلا استطاعوا إزاحتها قبل أن يسر الحملات الأخرى. أكثر من 15 قتيل وعشرات الجرحى من ميليشيات الانقلاب هي حصيلة آخر المواجهات في المحور الغربي لجبهة مريس، إثر محاولة تسلل فاشلة للميليشيات إلى مواقع للمقاومة في الرحبة والصلول. أما في يعيس فتتواصل الاشتباكات بين الحين والآخر، وتنكسر حملات الميليشيات أمام صخرة صمود رجال الجيش والمقاومة. بيضرب عليهم من التهام إلى المنزل. يؤكد رجال المقاومة في مريس وحمك بمحافظة ضالع أنهم مستمرون في الكفاح المسلح حتى دحر الانقلاب واستعادة الوطن كاملا من قبضة الميليشيا، ويؤكدون في ذكرى 21 من فبراير وفاءهم للقيادة الشرعية ومساندتهم لها حتى تخليص الوطن من بقايا الانقلاب. فوزي المريسي، قناة سهيل، الضالع.
قال منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك جولدريك في بيان له اليوم الأربعاء إن 7 ملايين يمنيا لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وهم أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى. وأضاف جيمي ماك إن 17 مليون شخصا غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف، وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية. وقال ماك إن اليمن يشهد نقصا في كمية المواد الغذائية وارتفاعا في أسعار الغذاء والوقود واضطرابات في الانتاج الزراعي وتراجع القوة الشرائية نتيجة لعدم دفع المرتبات في القطاع العام لأكثر من 6 أشهر، كما استنكر المسؤول الأممي استخدام الاقتصاد في الحرب، وقال إن وحشية استخدام الاقتصاد أو الغذاء كوسيلة لإذكاء الحرب غير مقبولة وتخالف القوانين الإنسانية الدولية. يشار إلى أن اليمن تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة في العديد من المجالات نتيجة لتداعيات الحرب الآثمة التي شنتها الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني. جدد أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهتي بيحان وعسيلان شمالي محافظة شبوة جدد العهد لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالامتثال لأوامره والدفاع عن الشرعية مهما كلفهم ذلك من ثمن، كما تعهدوا بدحر الميليشيا الانقلابية من كل شبر في المحافظة. يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى 5 لانتخاب المشير عبد الرب منصور هادي رئيسا للجمهورية. أهني الرئيس عبد الرب منصور هادي بمناسبة ذكرى انتخابه، ونعاهده من هنا من جبهة بيحان بأننا باقين على العهد. من هنا من جبهة بيحان نهنئ الشعب اليمني بذكرى 21 فبراير، ونعاهدهم بأننا سنطهر بيحان واليمن كامل من هذه الميليشيات الإنقلابية. وكيل بارك لرئيس الخامس الرئيس عبد الرب منصور هادي على 21 فبراير يوم ترشيحه، وهذا والحين إن شاء الله على العهد باقين، وإن شاء الله بإذن الله إحنا باقين حتى نحرر بيحان وجميع مناطق اليمن مش في بيحان بس، والحين على الطريق اللي سرنا عليها إن شاء الله مع عبد الرب منصور هادي وتحت ظل الشرعية وظل التحالف بإذن الله. من هنا من بيحان نهني الرئيس عبد الرب منصور بانتخابه رئيس الجمهورية اليمنية، وإحنا نعاهده إن إحنا معه ومع الشعب في جميع الجبهات حتى نخرج من الشيات الحوثي من بيحان ومن كل محافظة في الجمهورية اليمنية. الله أكبر. أقام مجلس شباب الثورة السلمية في تعز ندوة فكرية تحت عنوان ثورة فبراير بين الإنجاز والطموح، نوقش فيه جوانب القوة والتقدم في ثورة فبراير والصمود الأسطوري في وجه العنف والإغراءات التي قام بها النظام السابق ودور الشباب والمرأة في ثورة فبراير بمحافظة تعز. ثورة 11 من فبراير طبعا نجحت، لأنه يجب أن ننظر للثورة أنها امتداد مكاني وزماني وهي تراكم الفعل الثوري. هي طبعا نجحت في سقاط رأس النظام، نجحت في إزالة شرعية النظام السابق بانتخاب رئيس الجمهورية، نجحت في إتمام مخرجات الحوار. طبعا طبيعي أن الثورة المضادة تقوم بفعل مضاد، جاء الانقلاب، الآن مرحلة المقاومة هي مرحلة من مرحلات الثورة المضادة، مرحلة الثورة 11 فبراير. هذه الثورة ستستمر وستحقق هدفها الكبير الذي يبدأ بإسقاط النظام والدولة العميقة وجذوره وينتهي ببناء دولة كاملة، دولة الديمقراطية، دولة المساواة. تمكن الثورة 11 من فبراير من جعل ساحات الحرية وميادين التغيير ملتقيات للمثقفين والنقابيين والناشطين وقادة المجتمع المدني، واستقبلت المنظمات والنقابات بكل الفئات، الأمر الذي منح الثورة عمقا اجتماعيا ووعيا قياديا وفكريا متنوعا وغير مسبوق. المزيد في سياق التقرير التالي. ثورة 11 من فبراير بساحاتها رحبت بكل أطياف المجتمع، وكان على رأس القادمين إلى ساحة الحرية بتعز قادات المجتمع المدني
نقابات ومنظمات وهيئات وفئات مجتمعية مختلفة ضمنت التنوع وإشراك الكل في ثورة مجتمعية شاملة. وأول نقابة أعلنت انضمامها لثورة فبراير وساحتها أكبر النقابات في تعز، نقابة المعلمين اليمنيين. أكثر الناس تنويرا وثقافة انضموا لثورة فبراير المحامون، الأطباء، الصيادلة، المعلمون، دكاترة الجامعات، الطلاب، المهندسين، الخطباء والعلماء والقضاة وفئة المعاقين، واستقروا بالساحة مطالبين برحيل الحكم الفاسد الذي عانوا منه طوال حياتهم. ندين كافة الاعتداءات والممارسات الوحشية والهمجية التي يقوم بها علي عبد الله صالح وزبانيته وعلى رأسها جرائم الإبادة الجماعية في عدد من المحافظات، وآخرها مجزرة أبين التي راح ضحيتها 150 شهيد. إن الثورة الشعبية اليوم قد خطت خطوات واسعة باتجاه تحقيق الهدف الأول للثورة وهو إسقاط النظام، واستطاعت أن تمتد على مستوى كل الوطن اليمني لتدخل كل قرية وحارة وبيت. ثورة 11 من فبراير لن يأتي التاريخ بمثلها تنوعا وتنويرا وثقافة وعمقا، وفرحة رسمت على محيا كل مشارك فيها، خاصة وقد قادها الشباب ودعمها كل المتعلمين وقادات الرأي في المجتمع اليمني. وستظل ملهمة الأحرار ونقطة الضوء تهتدي بها كل الأجيال القادمة. عاشت منطقة العايض غرب مديرية الحزم بمحافظة الجوف، عاشت محرومة من حقها في الخدمات الصحية لأكثر من 30 عاما في ظل تهميش طالها مع غيرها من المناطق في المحافظة من قبل نظام المخلوع صالح. واليوم وبعد 6 سنوات وبعد سنوات من ثورة فبراير تم تدشين الوحدة الصحية في المنطقة بحضور وكيل المحافظة الشيخ سنان العراقي. 3 عقود مضت على إنشاء هذه الوحدة الصحية بمنطقة آل عايض غرب مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف دون تقديم خدمة صحية للمواطنين. الوحدة الصحية هذا لها من عام 84 وهي مغلقة، ما استفدنا منها بشيء. ولكن اليوم وبعد استشعار المسؤولية وبرعاية محافظ المحافظة قد عادت هذه الوحدة للخدمة بعد ترميمها ورفضها بالكادر الطبي رغم عدم اكتماله، إلا أن عودتها للخدمة فتحت نافذة أمل لدى المواطنين بتوفر الخدمات الأخرى التي يفتقدونها. دشن اليوم إعادة تأهيل الوحدة الصحية بمنطقة آل عايض مديرية الحزم، ويعتبر افتتاح هذه الوحدة الصحية وإعادتها للعمل إنجاز نعتبره ذو أهمية بالغة، وسيتم إن شاء الله تعالى أيضا رفضهم بالعلاج الذي تم وصوله مؤخرا. مكتب الصحة بمديرية الحزم قام بترميم هذا المبنى وإعادة تأهيله بتكلفة تقدر ب1,500,000 ريال، وأشرف على تدشين العمل فيه ليقدم خدمة للمواطنين. تم ترميم وتأثيث الوحدة الصحية بتكلفة 1,500,000، واليوم تم تدشين العمل فيها، سوف تقوم بواجبها إن شاء الله لهذه المنطقة التي حرمت من الخدمة من بداية تأسيس هذه الوحدة الصحية. استبشر المواطنون بعودة هذه الخدمة التي ستساهم في تخفيف معاناتهم وتنقلهم من منطقة إلى أخرى بحثا عن العلاج، مطالبين بتوفير خدمات أساسية يفتقدونها كالماء والتعليم. الحمد لله إن الوحدة الصحية الآن سوف تقدم للمنطقة كل الخدمات الطبية، رغم أنه ينقصنا بعض الأشياء لكن ستأتي إن شاء الله. نشكر السلطة المحلية على هذا العمل الذي قاموا به، ونريد منهم المزيد من المشاريع في المنطقة. لأكثر من 30 عاما وهذه الوحدة الصحية
عاجزة عن تقديم أي خدمات صحية للمواطنين، ولكنها اليوم وبجهود من السلطة المحلية بدأت أولى خطواتها لتقديم الخدمات الصحية لهذه المنطقة. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف. دشن وكيل محافظة الجوف الشيخ سنان عبدالله العراقي ومدير مكتب الصحة بالحزم محسن صالح حزام يوم أمس عمل الفرق الطبية المشاركة في الجولة الأولى لتطعيم الأطفال ما دون سن 5 سنوات ضد مرض شلل الأطفال، وأوضح وكيل المحافظة أهمية الحملة والهدف منها، وأشاد بدور مكتب الصحة وجهود كافة الفرق الطبية. من جانبه قال مدير مكتب الصحة بالحزم محسن حزام إن الحملة التي ينفذها 22 صحي وصحية في مختلف عزل المديرية ستستمر لمدة 3 أيام تبدأ من 22 فبراير مستهدفة 13,000 طفل في الحزم. ودعا حزام المواطنين إلى الدفع بأبنائهم من المراكز الصحية والتعاون مع جهود الفرق الطبية حتى تتمكن من تحقيق أهداف الحملة. الجدير بالذكر أن الحملة دشنت في عموم مديريات الجوف وتستهدف 85,000 طفل دون السن 5. دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية مشروع توزيع المياه المعدنية للمرافق الصحية والخدمية والمساكن الطلابية ودور الرعاية ومراكز إيواء النازحين في مدينة تعز، حيث وزعت أكثر من 77,000 قنينة ماء معدنية ضمن برنامج الإغاثة العاجلة في مدينة تعز وبدعم وتمويل من الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيقة. واستهدف المشروع المستشفى الجمهوري والعسكري والثورة والمظفر واليمني والسويدي واليمني السويدي والروضة والصفوة وقسم الكلى الصناعي ومستشفى الأمراض النفسية والعصبية ومستشفى الأمل لعلاج أورام السرطان ودار رعاية مرضى الجذام ودار الأيتام صينا وتجمع النازحين بمنطقة الدحي والمساكن الطلابية وبعض المرافق الحيوية والخدمية في المدينة، كما شمل المشروع بعض رياض الأطفال وشريحة الفئات الأشد فقرا. وخلال عملية التدشين أشاد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل بتلك المشاريع مؤكدا عمق العلاقة الأخوية والدعم السخي لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب عن شكره لمؤسسة الرحمة العالمية في دولة الكويت على جهودها الإغاثية والإنسانية المتميزة. ندشن اليوم حملات الإغاثة العاجلة للمياه المعدنية النقية والتي بتمويل من شركة الاستثمار العقاري إشراف الرحمة العالمية جمعية الإصلاح بلاد الكويت، كما أننا من خلالكم أكرر شكرنا الجزيل لدولة الكويت على ما تقدموه خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها اليمن ومدينة تعز خاصة، حيث قد سبق أن كان هناك أعمال خيرية وإنسانية قامت بها دولة الكويت. نكرر لهم شكرنا الجزيل ونتمنى أن يستمر هذا الإسهام وهذه اللمسات الخيرية والإنسانية لمدينة تعز. نشكر شركة البلاد للاستثمار العقاري وإغاثة عاجلة لدعمهم دار الأيتام. نحن اليوم بفضل الله عز وجل ندشن توزيع أكثر من 77,500 قنينة مياه معدنية. هذه المياه المعدنية النقية سوف تشمل المرافق الصحية، المستشفيات الحكومية، الثورة، الجمهوري، اليمني السويدي، العسكري، كذلك سوف يشمل قسم المستشفيات التي يرقد فيها الجرحى مثل الروضة والصفوة، إضافة إلى بعض النازحين. كما استمر المشروع في تزويد المساكن الطلابية وكذلك دار العجزة ودار الأيتام. في هذا الأثناء لا يسعنا إلا أن نشكر شركة البلاد للاستثمارات العقارية التي مونت وساهمت في تنفيذ هذا المشروع في محافظة تعز المنكوبة المحاصرة. الشكر موصول للرحمة العالمية التي وقفت بجانب أبناء محافظة تعز منذ بداية الأحداث وهي مستمرة في تقديم العطاء وتقديم المعونات. شكرنا لكل الخيرين في دولة الكويت، وكذلك الشكر موصول للتواصل للتنمية الإنسانية الجهة المنفذة لهذا المشروع. اختتم اليوم في تعز بطولة الفقيد الكابتن أحمد ناصر الحوصلي وسط حضور شعبي ورسمي. هذا وتصدر البطولة نادي الهلال بفوزه على نادي الصقر بعد تصفيات استمرت على مدى 10 أيام.
وفي حفل الاختتام كرم مدير عام مديرية المظفر عادل الشرعبي فريق الهلال الذي تصدر البطولة. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. رئاسة الجمهورية تنعي اللواء الركن أحمد سيف اليافعي وتؤكد أن دمه لن يذهب سدى. قوات الجيش الوطني تسيطر على جبل النار شرقي منطقة المخا بعد معارك شرسة مع الميليشيا الانقلابية. الحادي والعشرون من فبراير يوم طوى فيه الشعب صفحة المخلوع عبر صناديق الاقتراع. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.